نفذت السلطات المعنية في سجن برج العرب في الإسكندرية شمالي مصر حكم الإعدام من القضاء العسكري بحق 5 مدانين بينهم 4 في قضية قتل 3 من طلاب الكلية الحربية في مدينة كفر الشيخ بدلتا مصر قبل أكثر من 1.5 عام. المزيد في هذا التقرير. لم تفلح هذه الحملات التي نظمت في أماكن وأزمنة مختلفة في إيقاف حكم الإعدام في قضية استاد كفر الشيخ التي قتل فيها 3 طلاب في الكلية الحربية. السلطات الأمنية نفذت الحكم صباح الثلاثاء بعدما رفضت المحكمة العسكرية العليا الطعن ضد حكم أولي بإعدامهم قبل 6 أشهر واستنفاذ مراحل التقاضي. المتهمون أدينوا بقتل الطلاب وإصابة آخرين أثناء تجمعهم أمام استاد كفر الشيخ للسفر إلى الكلية الحربية بالقاهرة. منظمات حقوقية محلية ودولية طالبت بشكل متكرر بوقف المحاكمات العسكرية والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام التي نفذت بحق 20 شخصا في أسبوع واحد. في كده خرافة إن عقوبة الإعدام تحقق الردع المجتمعي، ده كلام مش حقيقي بالمرة. الموضوع بيتحول لطار ما بين الدولة وبين فصيل سياسي ليه أيديولوجية معينة، والنتيجة أنه الناس بتتمسك أكتر بالأيديولوجية دي، خاصة من إحساسها أنها يكونها مظلومة. عقوبة الإعدام عقوبة مشرعة في التشريع الإسلامي، والشريعة الإسلامية وهي المصدر الرئيسي للتشريع توجب تطبيق عقوبة القتل أي عقوبة الإعدام بالنسبة لمن يرتكب جريمة القتل، وبالتالي فهي ليست بدعة وليست أمرا مستحدثا. نفذت مصر أحكاما بالإعدام بحق 26 شخصا في قضايا مختلفة تتعلق باستهداف الجيش والشرطة خلال العامين الماضيين، من بينها 16 متهما في قضيتي عنف في سيناء و6 آخرين في القضية المعروفة بعرب شركس، فضلا عن 4 الذين أعدموا 3. وهناك 4 قضايا أخرى صدرت بها أحكام نهائية تنتظر التنفيذ، ويرى قانونيون أن الترويج بقصور في الإجراءات غير صحيح. العبرة هل استنفذت كافة إجراءات الطعن على الأحكام بدءا من صيرورة الحكم باتا بقضاء محكمة النقض وانتهاءا بتصديق رئيس الجمهورية على الأحكام بالإعدام؟ إذا كان قد تم ذلك فإن الواجب تنفيذ عقوبة الإعدام على الفور في من استنفذت قبله كافة الإجراءات. وسمح القانون العسكري مؤخرا بالطعن ضد الأحكام العسكرية لمرة واحدة أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية، بينما يسمح القضاء العادي بالطعن ضد الحكم لمرتين أمام محكمة النقض. وفي جميع أنواع المحاكم مدنية كانت أو عسكرية لا تصدر أحكام الإعدام إلا بإجماع آراء القضاة.